وهنفتح باب جديد وهنكشف كل اسراره ان شاء الله تعالى في الحلقه دي. قنوات مراجعات الموبايلات ما بتكسبش بس من المشاهدات اللي بتيجي على القناه بتاعتهم، بل ممكن اللي بيجيبوه في سنه من المشاهدات اللي بتيجي على قنواتهم على اليوتيوب ممكن يجيبوه في شهر واحد او في موبايل واحد بس من اللي بيعملوا لهم مراجعه على القنوات بتاعتهم. قبل ما نعرف مشوار الناس ديت مشيوا ازاي ووصلوا لحد المرحله اللي هم فيها دي ازاي، هنفهم مع بعض الموضوع ده بيتم ازاي وليه الشركات بتديهم الموبايلات دي، وبعدها ان شاء الله هنعرف ازاي نعمل قناه مراجعات موبايلات وايه اللي حضرتك محتاجه باذن الله تعالى. هنطلع فاصل ونبدا على طول حلقه النهارده بس لايك وتفعيل زر الجرس وهنرجع مره ثانيه. عندنا هنا في مصر ما شاء الله في شوية قنوات نجحت في مراجعات الموبايلات وما شاء الله بدأ يحققوا شهريا أرباح كويسة. طبعا مش المصدر الوحيد للأرباح دي هو اليوتيوب فقط أو المشاهدات اللي بتيجي على الفيديوهات بتاعتهم على اليوتيوب، لا طبعا في مصادر دخل تانية كتير بيكسبوا منها أصحاب قنوات المراجعات. بس قبل ما نعرف الأول المصادر دي عايز أفهمكم المشوار بيبتدي إزاي. مبدئيا قنوات مراجعات الموبايلات مش المصدر الوحيد ليها هو اليوتيوب أو المشاهدات اللي على اليوتيوب. لما يكون في قناة مشهورة أو قناة بتجيب مشاهدات كتير نوعا ما، او على الاقل مثلا الفيديو اللي بترفعه بيكون ليه متابعين، فكده معظم القنوات ديت بيكون ليها افضلية ان هي تعمل ريفيوهات للموبايلات لاكتر من سبب. مبدئيا مش القنوات دي هي اللي بتكون محتاجة الشركات علشان تعمل لهم الموبايلات، بالعكس ده الشركات هي اللي بتكون محتاجة الاشخاص دي او القنوات دي، لان هم ببساطة عايزين يستفيدوا من خبرتهم في تأثيرهم في المتابعين بتوعهم. فعلشان كده بتبدأ الشركات دي تبعت موبايلات للناس اللي عندها متابعين بيحبوهم لأنهم عايزين يستفيدوا من تأثيرهم في المتابعين بتوعهم دول. فبالتالي لما بيكون حد عنده متابعين كتير ومتخصص في مجال معين زي ريفيوهات الموبايلات، عندنا طبعا قنوات ما شاء الله كتير نجحت في الموضوع ده في مصر وبره مصر كمان، بس طبعا الشركات هي اللي بتكون محتاجة الناس دي. هل مثلا الشركات دي بتكتفي بأن هي بتدي لهم الموبايلات بس مقابل ان هم يعملوا لها ريفيو؟ لا لا لا، بالعكس ده لما الشركة تيجي مثلا تبعت موبايل لشخص بتديله الموبايل بتديله كمان فلوس مقابل علشان يبدأ يعمل ريفيو للموبايل ده. واي شركة طبعا محترمة ما بتطلبش من اصحاب القنوات الكبيرة ديت ان هم يطبلوا للشركة نفسها، بل بالعكس لما بيدوله التليفون والفلوس بيقولوا له انت جرب التليفون ويقول لنا انطباعك عن التليفون ده ويقول المميزات بتاعته وفي نفس الوقت العيوب بتاعته. وطبعا الشخص ده لما يقول العيوب بتاعة الموبايل ده هو كده لو العيوب فعلا حقيقية في الموبايل ده، بل الموضوع ده كمان بيحسن من الشخص اللي هو بيقدم الفيديو ده وطبعا ما بيأثرش على الموقف بتاعه معاهم. بس كل ما زاد المتابعين بتوع قناة الشخص اللي هو بيقدم المحتوى ده كل ما ده عزز من مكانة الشخص اللي هو بيقدم على اليوتيوب عند الشركة اللي بتبعت الموبايلات دي، سواء بقى سامسونج سواء اي شركة تانية. بس دي الطريقة اللي هم بيستفيدوا منها، الشركة هي اللي بتكون محتاجة المراجع مش المراجع هو اللي بيكون محتاج الشركة. طبعا حضرتك دلوقتي بتقول ياه طب انا نفسي دلوقتي يكون عندي قناة مراجعات موبايلات اعمل كده ازاي؟ تعالوا كده نرجع شوية للقنوات اللي بدأت من الاول. في ناس من المراجعين دول علشان يبدأوا يعملوا محتوى على اليوتيوب لمراجعات الموبايلات ده اللي كان معاه فلوس كان بيروح يشتري الموبايل الاول، لان هو طبعا ما عندوش فلوس والشركة محتاجة الناس اللي عندها متابعين علشان يدولها الموبايلات تعمل لها ريفيو وفي نفس الوقت بيدولها فلوس. ليه بقى؟ لان هم بيستفيدوا من تأثير زي ما قلت من شوية الشخص ده في المتابعين بتوعه. طيب دلوقتي واحد مثلا عايز يبدأ قناة من الاول هيعمل ايه علشان يوصل زي الناس دي ما وصلت؟ طبعا زي ما قلت ان الشخص مثلا لما بيجي يبدأ في الاول اللي معاه فلوس بيبدأ يشتري الموبايلات الاول وبعد كده يعمل لها ريفيو ويقدمها للناس على اليوتيوب بطريقته. في اكتر من قناة على اليوتيوب وسبحان الله كلهم بيقدموا نفس المراجعة بتاعة الموبايل اللي نازل جديد ده وكلهم بياخدوا نفس الموبايل وكلهم بياخدوا فلوس. بس ايه الفرق؟ الفرق في تأثير الشخص او طريقة شرح الشخص او طريقة مراجعة الشخص للفيديو ده. فبالتالي بتلاقي المتابعين هنا وهنا وهنا وهنا، بحيث ان اللي ما فهمش حاجة في الفيديو ده بيروح للفيديو التاني او التالت او الرابع لحد ما ياخد كل اللي هو محتاجه منه، او لو ما لقاش الحاجة اللي هو محتاجها في الفيديو ده فبيروح للفيديو التاني او التالت او الرابع. وعلى فكرة كتر قنوات اللي هي محتويات مراجعة الموبايلات الموضوع ده ما بيأثرش كتير، لان كل واحد وله طريقة شرحه. ولما مثلا انا اخد موبايل سامسونج اعمل الموبايل ده مراجعة، شخص تاني عنده قناة وبيقدم نفس المحتوى برضه يعمل نفس المراجعة بس بطريقته هو، فبالتالي الاختلاف هيكون في طريقة الشرح ما بين الشخص ده وما بين الشخص ده.
فمش عيب ان انت تقدم نفس المحتوى بس بطريقتك انت، بس العيب ان انت تقلد الشخص اللي هو عمل الموضوع ده او اللي هو قدم مراجعة للموضوع ده بنفس الطريقة وبنفس كل حاجة كده. انت هتخسر متابعين مش هتكسب متابعين، بس اللي بيختلف ما بينك وما بين الشخص التاني هي طريقة التقديم. حضرتك دلوقتي بتقول طب الناس دي بدأت ازاي، وازاي بدأت توصل لمرحلة ان هي بدأت تجيب موبايلات والشركة تبعت لهم موبايلات وفلوس مجانا مقابل انهم يعملها فقط مراجعة على التليفون بتاعهم الجديد. الشخص اللي معاه فلوس بيبدأ الاول يجيب موبايلات، وبعد ما يجيب موبايلات يبدأ يعمل لها مراجعة، مرة يفتح الصندوق، مرة يعمل لها ريفيو، مرة يعمل لها المميزات والعيوب بتاعت التليفون ده. ومع الوقت مثلا بعد مثلا 5-6 موبايلات، بعد اول ما القناة بتاعته تبدأ تتشهر وطريقته في الشرح تتشهر ويبدأ يكون له متابعين، الشركات هتلاقيها هي اللي بتروح تكلم الشخص ده او الشخص هو اللي بيكلم الشركات. الشركات دي لما بتشوف الشخص ده عنده متابعين وعنده فعلا ناس مهتمه بالمحتوى بتاعه ويبدا ان هو يكون ليه متابعين كتير، الشركه بتوافق فورا على ان هي تبدا تبعت له ريفيوهات وبتحطه في لستة الناس اللي بيروح لهم موبايلات جديده كل اول موبايل جديد بيتعمل. بس في حاجه، دلوقتي الموبايلات لما بتيجي تنزل بيكون فيها فئه اللي هي القليله وفئه متوسطه وفي اللي هي الموبايلات تقريبا الفلاجشيب. كل قناه على حسب المتابعين بتوعها على حسب ما بيروح لها، يعني مثلا ممكن يكون قناه بيخش لها مثلا 20,000 مشاهده على كل فيديو بتنزله، دي ممكن يروح لها الموبايلات اللي هي في الفئه المتوسطه. بس لو قناتك مثلا بيخش لها متابعين كتير او مثلا الفيديو بيجيب 50-60,000 مشاهده اول ما بتعمله كده، ممكن انت تاخد الموبايلات الجديده اللي هي بتنزل بسعر كبير اللي هي غاليه اللي هي الفلاجشيب، تاخدها مجانا وكمان تاخد عليها فلوس مقابل فقط ان انت تقول انطباعك عن الموبايل ده وتجربتك ايه. نرجع لموضوعنا، بعد ما بيشتروا الموبايلات ديت بيبداوا واحده واحده لحد شويه شويه المتابعين بتوعهم يكتروا، المشاهدات تكتر على القناه، الشركات تبدا تبعت لهم موبايلات متوسطه، تبدا تبعت لهم موبايلات عليا. دي الناس اللي هي معاها فلوس. طب اللي ما معهوش فلوس بيعمل ايه؟ اللي ما معهوش فلوس بيروح مثلا بيعمل قناه جديده، القناه ديت مثلا بتكون متخصصه في ريفيوهات الموبايلات او مراجعات الموبايلات، بيبدا مثلا وليكن يشوف موبايل نازل جديد معين، بيحاول يجيب كذا صورة للموبايل ده ويعرف شوية معلومات عن الموبايل ده، ويحاول يعمل فيديو صوتي بالمميزات والعيوب بتاعة الموبايل ده مع عنوان فيديو كويس وصورة مصغرة كويسة، ويبدأ يرفع المحتوى ده على اليوتيوب. طبعا زي ما قلت من شوية ان الشركة يهمها المتابعين بتوعك او الناس اللي عندك او عدد المشاهدات اللي بيجي على الفيديوهات وطريقتك في التقديم، فبالتالي الناس دي طبعا في الاول عايزة مشاهدات او عايزة يكون ليها متابعين، فبيحاولوا على قد ما يقدروا ان هم يقدموا بالامكانيات اللي عندهم. اللي معاه فلوس بيشتري، اللي معهوش فلوس بيعمل زي ما بقول لحضراتكم كده، بيفتح قناه جديده، القناه الجديده بتكون مختصه في الموبايلات، بيبدا يشوف الموبايلات اللي لسه نازله جديد، بيعمل لها مراجعه بناء على المعلومات اللي بيشوفها من الموقع الرسمي بتاع الشركه دي، بيجمع المعلومات كلها وبعد كده بيعمل لها فيديو وبيحط في الفيديو ده صور الموبايل. دي طبعا البداية، بيعمل كده مثلا لمدة 20 فيديو او 30 فيديو او على حسب ما يكون عنده متابعين، بحيث ان هو لما ينزل مثلا حلقة، الحلقة دي على الاقل تجيب مثلا من 10,000 ل20,000 مشاهدة. في الحلقة دي تقدر ان انت تكلم الشركة بكل سهولة، وطبعا الشركة ديت بتشوف المحتوى بتاعك وبتشوف طريقة تقديمك للشرح، لو طريقة تقديمك للشرح كويسة وعجبتهم والمتابعين بتوعك معجبين بالمحتوى اللي انت بتقدمه، فبالتالي مش هتتردد لحظة ان هي تبعت لك موبايلات جديدة. في ناس تانية بتبدأ الاول باخبار الموبايلات، وكل موبايل مثلا ينزل جديد تبدأ تقول الاخبار عنه وتبدأ تقول المميزات والعيوب بتاعته، كل الكلام ده بيتعمل على هيئة فيديو، بتعمل عنوان كويس للفيديو وبتختار صورة مصغرة او بتصمم صورة مصغرة للفيديو تكون احترافية. طبعا حضراتكم دلوقتي هتسألوا طب ازاي نجيب مصادر الاخبار دي، هسيب لكم ان شاء الله تعالى رابط اسفل الفيديو، الرابط ده تقدر عن طريقه ان انت تعرف اخبار الموبايلات الجديدة اول باول باللغة الانجليزية، وطبعا هتروح على مترجم جوجل وتترجمها للغة العربية وتقرأ المعلومات في دماغك وتحفظها وتبدأ تقدمها على شكل فيديو مع شوية صور، وتبدأ تعمل عنوان كويس للفيديو وصورة مصغرة كويسة وترفع على اليوتيوب. طبعا في ناس دلوقتي مش عارفة ازاي تعمل قناة يوتيوب ونفسها تبدأ فيه مراجعات الموبايلات والكلام ده، هسيب لكم كورس كامل ليا بشرح فيه ازاي تعمل قناة يوتيوب، هتحتاج كل حاجة من الصفر لحد ما هتكون مش محتاج اي حاجة خالص في موضوع انشاء قناة يوتيوب وربطها بحساب جوجل ادسنس وتركيب الاعلانات وازاي تشهر قناتك في الاول، كل الكلام ده ان شاء الله هسيب لكم اسفل الفيديو في الوصف ان شاء الله تعالى. بس يا شباب دي كده كانت حلقه النهارده، حبيت اشارككم فيها التجربه بتاعه اللي هم المراجعين او اللي بيعملوا مراجعات للموبايلات. يا ريت تكون الحلقه عجبتكم، ما تنساش تشير الفيديو ده لو انت حسيت ان حد ممكن يستفيد من الفيديو ده، وما تنساش لايك وتفعيل زر الجرس واشتراك. استنونا في الحلقه الجايه، كان معاكم مصطفى امين من قناه الاحباب، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.